يقول أنا أراجع الحفظة من المصحف مع المحفظ، وعندما يكون عندي خطأ أضع خطا بقلم حبر، هل يجوز ذلك؟ يعني يضع خطا بقلم الرصاص أفضل من الحبر، حيث تعرف مكان الخطأ، أو بهذه الأقلام اللي هي فسفورية اللي مع المدة تذهب أفضل من الحبر. وكره أهل العلم أن يكتب مع القرآن غيره إلا إذا احتجت إلى ذلك.